شايفين الراجل الطيب ده؟ ده الحاج صيام الشهير بعم زازا. شاف مستشفى 57-357 وهي بتكبر حبة حبة قدام عينه. مع كل طوبة بتتبني قلبه كان بيتعلق بيها أكتر، وفي كل صلاة كان بيدعي الأطفال 57 بالشفاء. بيته اللي كان شايله للزمن جه وقته، عملوا دار ضيافة للأطفال اللي بيجوا من المحافظات، قال يخفف عنهم وكفاية عليهم ألم السرطان. ما هم ولاده اللي كان دايماً بيلعب معاهم ويفرحهم، واللي بيستناهم بعد كل جلسة كيماوي عشان يوصلهم للدار. ده كمان اشترى لهم عربية مخصوص تنقلهم من المترو للمستشفى. شاء ربنا إن عم زازا يموت، وقبل ما يموت وصى ولاده إن كل الخير اللي كان بيتعمل لولاده في 57 يستمر. علمنا إن الدال على الخير كفاعله، وإن التجارة مع الله هي المكسب الحقيقي. الله يرحمك يا عم زازا.